يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائة وثلاثة وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وأربعة وتسعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وخمسة وستين ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه